لسه مكملين معاكم في استعراض فقرات صباح الخير يا مصر المستمره مع حضراتكم لغايه الساعه 10 صباحا. هذه الفقره طبعا مخصصه الحقيقه لموضوع مهم جدا، ويمكن ملف البحث العلمي والابتكار في مصر بيشهد تطور ملحوظ الحقيقه، ويمكن كمان تحديدا الجيل الجديد من الشباب الباحثين عاملين طفره غير مسبوقه في مجال البحث العلمي والابتكار، وده شفناه الحقيقه يمكن بشكل مستمر خلال الفتره اللي فاتت، ونامل باذن الله ان هو يستمر كمان لفترات جايه. عشان كده معانا نموذج من هذه النماذج، الحقيقه يعني خلينا نقول الايجابيه والمشرفه. طبيب مصري متخصص علاج وقسطره القلب قدر يبتكر جهاز يساعد في تسهيل عمليات قسطره القلب. الجهاز ده هيوفر وقت وجهد وتكاليف ماديه ومخاطر صحيه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر حكايه الجهاز بالظبط ايه من مبتكره، هو الدكتور محمد الطحلاوي استاذ مساعد بجامعه الزقازيق واستشاري القلب والقسطره. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم، وصباح الخير على مصر كلها، كل عام وانتم بخير جميعا. وحضرتك بخير يا فندم. خلينا في البدايه نفهم الساده المشاهدين الموضوع بشكل مبسط، ايه هو الابتكار ده؟ ايه الجهاز ده؟ وخلينا يعني نحاول نوصله للناس بشكل بسيط. تمام تمام بسم الله الرحمن الرحيم. اولا هو يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقني ان انا ابتكر نوع من انواع البالونات. طبعا يعني اعتقد عدد كبير من المشاهدين عارفين ان الامراض الشرايين التاجيه او الشرايين الطرفيه ممكن علاجها عن طريق القسطره، عن طريق ما يسمى بالبالونه او الدعام. احنا بنوسع بيها الشرايين ونتغلب على الضيق الموجود فيها. ففي شرايين بتبقى ضيقه نتيجه تكلس شديد في الشريان، ده بيقفل من قطر او بيقلل من القطر بتاع الشريان، فبيمنع الدم من المرور من خلاله كويس. فبالتالي بضطر ان انا استخدم بالونه ذات ضغط عالي عشان اقدر اوسع التكلس ده، ابعده عن بعض بحيث يبقى فيه مسره او مجرى للدم كويس يرجع طبيعي زي ما كان. احيانا بقى كتير المشاكل اللي بتقابلنا واحنا بنشتغل ان بيبقى في نقط التكلس دي على جزء من الشريان في نقط معينه ونقط تانية لا. فانا لو استخدمت بالونه ذات ضغط عالي وسعت الجزء النقطه دي هتاثر كمان على الاجزاء اللي جنبها اللي هي سليمه مش مصابه، ممكن تمزق الشريان او تقطعه لان الضغط بينتقل على كل جدار الشريان كله. صحيح. دي اول نقطه. المشكله الثانيه احيانا كتير بيبقى الشريان غير متجانس، بمعنى بيبقى واسع من فوق وضيق من تحت مثلا. فلما باجي بستخدم بالونات ببقى محتار استخدم مقاس اللي هو الجزء اللي تحت اللي الجزء ضيق، الكبير ولا الجزء الصغير؟ الجزء الكبير ولا الجزء الصغير. لو استخدمت الجزء الصغير مش هيبقى افكتيف ولا هجيب نتيجه على الجزء الواسع من الشريان. ولو استخدمت بالونه مقاسها كبير ممكن تمزق وتقطع الشريان من الجزء اللي تحت. فبنضطر احيانا كتيره اللي احنا نجيب بالونه مقاس صغير اوسع بيها بقدر الامكان الجزء الصغير، وبعد كده اغيرها واجيب بالونه تانيه مقاس اوسع شويه، او لو في تكلس زايد اجيب بالونه يعني عاليه طب الضغط دكتور، عالي. دكتور الضغط محمد، عالي. احنا نقدر نقول ان التقنيه دي هنا بتعتمد على الذكاء الاصطناعي وفكره تحليل الكم الكبير من الداتا او المعلومات؟ لا، هو مش تعتمدش على المعلومات قد ما تعتمد على التكنيك. هو الفكره ببساطه ان انا عشان اتغلب على المشكله دي ده الطريقه الكلاسيك اللي احنا بنشتغل بيها حاليا، ان انا اغير بالونات واجيب مكانها بالونه ثانيه. الفكره بقى الجديده بتاعت الابتكار بتاعي اللي انا مش عايز اعمل كده. ليه؟ لان اولا بزود الكوست اللي انا بستخدم بالونه ثم بالونه ثم بالونه، وبزود الاشعاع اللي بيتعرضه للمريض والدكتور اثناء فتره القسطره كلها تحت جهاز الاشعه، وبزود الصبغه اللي المريض بيحتاجها اللي انا بحتاجها احقنها له، ودي طبعا بتاثر على الكلى. الناس كلها عارفه بتاثر على الكلى، وكل ما زادت كميه صبغه كل ما الريسك بتاع الكلى وفشل الكلى بيزيد. فانا ابتكرت بالونه متعدده المقاطع، مكونه مثلا من 3 أو 5 أجزاء. كل جزء ليه خصائص مختلفة عن التاني، بحيث أنا ممكن أحط النقطة دي الجزء ده اللي هو ذات يعني ذو الضغط العالي أو الدايامت أو القطر الكبير قصاد الضيق اللي هو ليه تكلس شديد، فيقوم يأثر عليه فقط دون التأثير على الآخرين.
والجزء الثاني القطر بتاعه مثلا اوسع شويه، فبالتالي لما انفخه في شريان واسع القطر بتاعه واسع يبقى افكتيف ويجيب نتيجه عليه دون نعم انه يسبب اي مزق او قطع للشريان في الاجزاء الاخرى، وهكذا. كل جزء منهم ممكن ينفخ مستقل عن الاجزاء الاخرى نعم وبمنفاخ واحد، فبالتالي انا بقلل الكوست، قللت بقلل التكلفة، التكلفه، وبالتالي بقلل قللت الوقت كمان اللي انا فكرة محتاجه تعرض المريض للأشعة أو الصبغة اللي بيتعرض ليها بالظبط، لإجراء هذه والصبغه اللي العملية. انا بالظبط، ووقت العمليه كمان ان شاء الله بيقل، والنتيجه نفسها المشاكل اللي بتنتج اللي هي نتيجه مزق الشريان دي يعني مساله خطيره، يعني من صحيح. الحاجات اللي بتحصل مع اي يعني دكاتره كتير غصب عنهم، لان هو يعني الشريان نفسه متكلس بطريقه شديده، صحيح. فده بيقلل الريسك او خطوره ان الشريان يتعرض للمزق اثناء اجراء عمليه القسطره او القطع في النقط اللي هي مش متكلسه او النقط الضيقه دي. باختصار يعني ايه الجمهور عشان يفهم الفكره شكلها لا، ايه. واكتر حد فاهم التفاصيل دي كمان معايا جمانة، لان هي في الاساس دكتورة يعني. طبعا بس احنا الله لازم برضو اهلا الناس وسهلا. تبقى فاهمه. اهلا طيب بحضرتك. جدا. الناس لازم تبقى فاهمه بشكل مبسط اكتر، يعني الجهاز ده بيشتغل ازاي، ايه الطريقه بتاعته او الميكانيزم اللي بيشتغل بيه. طيب دكتور، يمكن احنا عرفنا من حضرتك الجهاز ده بيوفر ايه ان كان على الطبيب او حتى ان كان على المريض. خلينا نعرف من حضرتك بقى، يعني الجهاز دلوقتي وصل لفين من مراحل التصنيع؟ يعني هل حضرتك توصلت مثلا البروتوتايب لنموذج مبدئي لهذا الجهاز، ولا هو لسه مازال قيد البحث؟ الله يفهم. انا بشكر حضرتك جدا على السؤال ده، انا فعلا كنت نفسي فعلا حضرتك تفتحي المجال ده. ليه بقى؟ سواء بالنسبه لي او بالنسبه لمبتكرين اخرين، احنا خلاص الحمد لله رب العالمين خدت البراءه المصريه، ومقدم على براءات، بالفعل قدمت على براءات في امريكا واليابان والهند عشان اخد البراءه في الدول دي. المشكله ان في مصر ما فيهاش تصنيع القساطر ولا البالونات ولا الدعامات ولا الحاجات اللي هي التقنيه العاليه دي. اللي انا صممته طبعا صممت بروتوتايب زي ما حضرتك قلتي بال 3 دي برينتنج، نموذج مبدئي طبعا مكبر ده بيبقى عشان نموذج يسهل ثلاثي عرض الفكره الأبعاد. عليه. بالظبط، بيبقى نموذج ثلاثي الأبعاد. عشان يسهل بالظبط عشان يسهل عرض الفكره عليه. تصنيع بقى الحاجات دي حضرتك عارفه انها تبقى حاجات دقيقه جدا طبعا وليها ومن مواد غاليه، فعشان اصنعها انا محتاج طبعا شريك صناعي او شركه او مصنع بيتعامل مع المواد دي. طبعا في مصر للاسف ما لقيتش حد بيتعامل معاها، فطبعا اضطريت ان انا اخاطب بقى شركات امريكيه وهنديه، وبالتالي طبعا اضطريت ان انا اسجل براءات هناك عشان تحفظ حقوق الملكيه ليا هناك. فده الوقت في مرحله التفاوض مع شركات امريكيه، والمفروض ان انا ان شاء الله باذن الله رايح مؤتمر في امريكا في شهر فبراير عشان عرض الاختراع ده امام شركات كل الشركات المصنعه للبالونات والقساطر والتقنيات دي في امريكا او في العالم يعني، عشان اعرضه هناك واحاول ان انا انتجه سوا. طبعا انا يعني بقول لحضرتك وانا فعلا طب يعني ما بين يعني الفرح والحزن، فرحان ان انا لا هيبقى يعني ليا منتج ربنا ان شاء الله يجعل الايام ممكن كلها يعني فرح، ما فيش مصر حزن. ان شاء الله باذن الله. وفي نفس الوقت كان اتمنى طبعا ان يكون في شركات مصريه او عربيه حتى على الاقل، نعم. او مستثمرين في المنطقه اعرف يعني انهم ينتجوا طب المنتج ده دكتور ويصوروا محمد، ده القاعده وكل هيخليني حاجه، اروح عارفه. لنقطة مهمة. يعني حضرتك قلت ان يعني قدمت على عدد من يعني او في عدد من الدول على براءة الاختراع لهذا الجهاز تحديدا، هل في دول عرضت على حضرتك تنفيذ المشروع عندها، وايه السبب اللي مخليك متمسك ان انت تنفذه يعني في مصر ويكون صنع في مصر تحديدا؟ والله الجزء الاول من السؤال اللي فيهم فوضات، لان اي اجهزه طبيه لازم يجرى عليها اختبارات يعني مرحله اولى وثانيه وثالثه، ففي مفاوضات حاليا مع شركه امريكيه وشركه هنديه للتصنيع ونقل الملكيه وهكذا. نعم. في مفاوضات لسه ما وصلناش لحاجه معينه لسه، يعني ان شاء الله بشوف احسن عروض واحسن التقنيات واللي هتبقى افضل ان شاء الله. ده الجزء الاول. الجزء الثاني متمسك مصر لان انا عندي يعني عشق لمصر. ما اعرفش بقى ده يعني قد يكون مبالغ فيه شويه عندي، انا اعشق فعلا مصر واتمنى ان يكون المنتج ده مصري. صحيح هو نعم. مصري كده كده،
لكن انه ينتج من مصر دي تبقى طفره وصيحه، لان بقول لحضرتك المنتجات الطبيه في مصر انتاجها للاسف ما وصلش لمرحله يعني كبيره. يعني هم صحيح. متقسمه مراحل، مثلا المواد البسيطه زي مثلا السرنجات والكانيولات والاجهزه البسيطه، مرورا لحد التقنيات العاليه. يعني ان شاء الله يا دكتور نفس محمد حضرتك انا يتم انتاجه في مصر، لان في مصر زي ما احنا ما شفنا في الفتره اللي فاتت مفيش مستحيل وكل حاجه تقدر تحصل في مصر. دكتور محمد الطحلاوي استاذ مساعد بجامعه الزقازيق واستشاري القلب والقسطره، بنشكر حضرتك يا فندم.